Good evening. مساء الخير. Her Majesty فخامة الكونسيفخا member of السادة برنس طلال ومعالي عبد العزيز بن طلال بالتمويل ومدير اللجنة التنفيذية والدكتورة ياسمين فؤاد لوزيرة البيئة في من جمهورية مصر العربية معالي السيربتي ديبتي الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالتغير المناخي أو سيد واتا أكوافاند مدير التعامل المناخي. مرحبا بكم هنا في جائزة الأمير بن طلال وليد بن طلال فيما يتعلق بالإنتاج والمناخ والإنسانية فيما يتعلق بالاستفادة والفائزين بالجائزة بن طلال لعام 2021 فيما يتعلق بالعمل المناخي وغيرها من SDGs المطلق عليها أهداف المائية الأممية والمستدامة. شكرا للأمانة وأيضا الوزارات ووزارة البيئة لدعم أن نقدم هذا المجهود. وفي حقيقة الأمر الكلمات العالم نقول الأمم واجهت كثير من الأزمات منها حتى جائحة كوفيد-19 والتي كانت لها مضاعفات كبيرة على النقل وأيضا سلسلة الإمداد العالمي والتي بدأت أيضا اتخاذ إجراءات كبيرة حتى في ظل الجائحة حتى أن التي وصلت إلى نقطة محددة في الأهداف الإنمائية التي كانت لها تأثيرا كبيرا حتى أن في الدول المتقدمة عانت من عجز في الأغذية والإنتاج العالمي التي تأتي من المزارعين الموجودين في مناطق نائية. في ظل الأزمات التي واجهها العالم فإن الوضع تغير وأصبح أكثر سوءا خاصة نظرا لوجود عجز في التمويل وأيضا في ارتفاع الأسعار. ولهذا فإن صندوق بالتزامن مع شركائه لدعم المزارع الصغيرة من خلال الشمول المالي واعتبر أحد الأدوات القوية لتحسين الأمن الغذائي في أكثر من منطقة. ونحن نعمل مع شركائنا سنجندافا فاونديشن وأيضا فيما يتعلق بالمرافق لتمكين المزارعين لتقديم محاصيل أو بذور ذات جودة عالية وسلاسل الإمداد والوصول إلى الخدمات التمويلية بطريقة الدفع الإلكترونية وغيرها من الخدمات. كل هذا تم تنفيذه في السودان بمساعدة الدكتور عبد العزيز الذي ساعدنا أن نحقق هذا حتى في ظل جائحة كوفيد-19. وأقول أن نحن هنا نعزز وأن ننتشر ونتوسع في الدول الأفريقية الأخرى وأن يكون منصة للمزارع حتى الوصول إلى المزارعين الصغار. خبرتنا برهنت أن التغير فيما يتعلق بعملية التجزئة للمزارع أيضا منها على سبيل المثال المخصبات والخدمات الأخرى التي تساعد في المحاصيل في منطقة السودان والإنتاج في السودان التي تضاعفت هذه النتائج 5 مرات عند الوصول إلى المحاصيل الأخرى والجودة. فيما يتعلق بلجنة الأسعار ولما رأيناه من ارتفاع في الأسعار في عام 2021 قد كان هناك اهتمام كبير بالتغير المناخي
خلال الأثر التغير المناخي الذي بدأ استخدامه بشكل فعال فيما يتعلق بالتخفيف من الحدث المخاطر الكوارث، ونحن جميعا نرصد ما الذي حدث في جنوب آسيا والفيضانات وأيضا مناطق جافة كثيرة في أفريقيا، ودون ذكر أن هناك فيما يتعلق بتزايد انبعاثات الاحتباس الحراري التي لها تأثير كبير على مناطق مختلفة حول العالم. من وجهة نظرنا لدينا الشمول المالي الذي يتمنى أو يجب التعاون معه مع الإجراءات العمل المناخي والتوازن العمل، وأيضا مقدمي التمويل متناهي الصغر لتعزيز عمليات التغير المناخي والتكيف معه في داخل خدماتهم. وأدفاند ندعم كافة الوسائل للطاقة النظيفة والمتجددة على المستوى الأفراد، وعلى سبيل المثال نحن الآن شركاء مع برنامج تنمية وتطوير سعودي في اليمن الذي يخدم أكثر من 600,000 مستفيد، والتي تحسن من حياة اليمنيين هناك. Foundation for the أيضا لدينا هناك شريك سلاد وأيضا بنك أمل. كل سنة هو الفائز بجائزة الأمير بن طلال. كان المشروع سولار إنرجي تكنولوجي أو مطلق عليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية التي تنتج أكثر من 12,000 طن من المياه أو 12,000 متر مكعب من المياه والطاقة. وأيضا هناك كانت مؤسسة علمية ومرافق علمية وعديد من المنازل تستفيد من هذا المشروع. أريد أيضا أن أعبر هنا عن شكري الخالص لكل شركائنا الاستراتيجيين، البنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا تحت قيادة سيدي ولدنتان وفريقه لتخصيص الوقت والعمل مع أدفان. وباديان أدفان كان لديهم دعم كبير في عملية الشمول المالي في أفريقيا والمنطقة العربية، وأثناء عملهم وتعزيز التحول الرقمي وبناء القدرات لعملية تمويل متناهي الصغر وفي المنطقة، نحن الآن نتعاون وندعم قطاع الزراعة في نيجيريا، وهي واحدة من أكثر الدول التي تعاني من الأزمات في أفريقيا، ونسعى إلى الاندماج والشمولية في المزارع الصغيرة في أفريقيا. فيما يتعلق بجائزة تعزيز الابتكار والإبداع، كل هذا خاصة فيما يتعلق بتطوير التطوير المهني والإنساني. هناك مشروع ذات خبرة والذي يركز على أفضل الممارسات التي تحسن حياة الناس وأيضا الناس المحرومين. وفي هذا الأمر هناك 22 مشروعا تم ترشيحهم للفوز بهذه الجائزة، ولهذا نحن ندعو كالفائز بهذا المشروع أن ينقل تجربهم، أن يكون لهم هدفا رائعا. واليوم نحن نتشرف بالفائزين بالجائزة الذين أكملوا خطة العمل المناخي التي قد وصلت عدد المشروعات إلى 84 من 9 دول. تهانينا للفائز، ونتمنى أن الجائزة سوف تلهم أعمالكم وأن تحسن وأن تصل إلى دور مهم في التخفيف من حدث التغير المناخي. وأخيرا وليست أخيرا، في أقدم بكافة الشكر والتقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية
وايضا اليو اف سي سي او الاتفاقيه المتحده الاطاريه لاستضافتهم هذا الحدث وايضا تعاونهم الكثيف خاصة في عملية التشغيل والاستضافة وحسن الاستضافة هنا. شكرا لكم لتكون هذه الفعالية ناجحة. أريد أن أقول هنا أيضا أدعو إلى الشركات أو البرامج المرشحة من الشركاء لترشيح المشروعات ليكون عام 2021 سايكل تحت موضوع عمل شريف وعمل نزيه للجميع وخاصة في أدفون ويب سايت. ويمكنكم زيارة موقعنا أدفون ويب سايت لمعرفة الكثير من المعلومات. وأتمنى كافة النجاح لكم جميعا وأتمنى أن يعمل هذا الأمر إلى تعزيز تحقيق الأهداف الإنمائية. وشكرا لحسن استماعكم.